بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إيه انت واحد ربع ان شاء الله ان كجد جواب عطسي معلمين تقاركو وخصوصا بصنع معمول عن هاي محالة يغلق معمول عن هاي محالة يغلق معمول حول بان بقوية لا حقيقة المدرسين بدون افريقيا عفو بوخضي أم يوروب عفو بوخضي أم امريكا عفو بوخضي خلال فرا بان بقوية كو بدون في عنا وجرا مركا بحر بأينا إن شاء الله تعالى دور حلقة خدقو دور فريق خدقو إن شاء الله تعالى بحي إلهي فانسي او رين لوح أغاتا كتابة كو قرنتا متشرو او ده هي انت سي انت اصبر نلا يا انت انت نوا كان نوا كو حلال ما و واحد بني ادم اي فكرين وحنا كقر قرين قاركود ادي انا دا فكرت اسمين كتب سي جودنا ومسؤوليتها إن جودتي خسارة خلاصات خلاص إيش إلى اللي سيد تأودي بناء على بطبع خلاص ما يصير سيد رادد وهم بحنا محامي المدير المدرسة مدرسة ده معمول هذا محل غير هو جزء منه سيد جود وهم أقول ده هاي ماشي ممكن لفرو وحيوبا عندهم تاكلس عسين للقابلتان أرض قرص ده لو كنا معلمين كانس درس ديجس حوالا بدن بيجي له حوش أصلا ما مولع ما شقينش ما مولعها مدرسه كمان حول يرى مدح ويري وما إحنا جاوان ويا إن وطن ما مشوا إن تقولي ما مشوا إن مدرسة ما مشوا إن بيزنس يقعد ما مشوا أنت ما تخلين عطا سعد رديد ما مول كاني وح بلارن نواليه وح يرى كوان نواليه لكن كل جس وح وذاكان مسؤوليات بس كهربو خوف إنه خصابها كو وهذا أنا ما في مدرسة ولا فرو معلم كا وح دقة هي حاجة هي شو ما مولها هسه هذا سو سكوي ما مول ما مول ما سكوي هنا خيانة هو شو هو ده طالع سعد رديد واحد هنا واحد على جثة مركوبة ماشي هدير له خرطة ضائع معايا إلا قريب دون يعني وربحنا واحد طبعا مقابلة أولياء الأمور وحدنا تذكر هو تقتل نقابله والدينتي إذا تكلم إنها مسؤول كأ هو شرف وارث هذا قد أنت سعد لغاية ساعة أنت هو شفت إنها مد الشاء سمد لي دونت ولا كذا شيء حلي يلا صح هذا حلي يلا صح هذا ولد محارة يخرب على شغله محيطها عادي طالما إحنا وانت ما نشرح له قرش وش هكتا سوده ويسع ها عضو ويجي فرق غسل هاي ما في عن فرز الساعة ما ملعطة ضم غاية كورا يا تزكي سوده ويني وهذا ما لما وحكوا تسجيل الطلاب الجدد إنه أرضع اسمه قرو ها أرضع اسمه قريس لما يبين دعوضا انتا قبولهم إنه أغبشت أرضي إنه دي ذلك وضبا ها إن عقب شيء قصب كوما عمر ربع إن هاي لي وحنا لغيا با إن لغوك كانوا أرض يعني أنت كوا حين مؤهل كما أقول لي أنت إنك كان وده الخيار تاعي أما كوني هاي بدل سوين بدل كل واحد خصوصا عن لوائح قانون أقرأ أرض الغرب على يقان أرض مرودي ها الما شنشل تضوي تسد تشيله شن تواجه من أحفر سنيس على يا عين أتريدين درسها صفوها بورنجي شنشل اللي حجر waxay leeyihiin rawdo iyo meel ay mahlo wacyi siin madrasa macallin uu la dhaqtayeen la keenay maah si aad raadid macallinku asagaa maamulo asagaa rawi arday doorto u qaadanayo kuwa kale soo ceyrinaynin oo meel ku habboon u tilmaama waalidka halkaas halkaas geed okay sadex waxa ku ah oo soo hoos galaya ama afar baan dhaw tashriifu daraasa meesha waxa ka soconaya asagoo inuu deeal ku run yahay ka noqdo horbooda macallinka maamulihii oo madrasada fasal kan galo kana galo kan ka warhayo macallimiintana kii qalad ka dhaco uu sahi karo waxaa laga yaabaa madarasada qaarkood ay iga cawdeen ninka musharifka ama maamulaha ayad uu soo galo haddii la kuran yahay fasalkii macallinka naxayo way dhici kartaa dhowr shay baana keenta laga yaabaa macallinka khibradiisu yar tahay laga yaabaa maamuluhu inuu ninku kulkulul yahay oo macallimaad ku qeyliyo ama uusan ceebaha sida aqoonin oo macallimaad ku qeyliya hadda khalad aragtid كو أرضه تا خصيح معلم لبو ده لو كورا يا هاي سيد قال وش غنى نصيحة لك أنت حافظ أخو عدد تا ساي ساي ما أنت ساي ساي أخو بدل أضيع أعرف إنه بدون سؤال اللي تو حتى ما واحد لما له بلاي صدر كان أخو قرأ مرتقى أنا أخوي ما نيا عشان يعني شريحة دهنا أصلا هو فرصة هلا يا إنه أرضه أصي الشيء قدر ما أنت ما 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 ملا هنوي ما نيا درس نصيحة
ardaydu ugu arkin macalinka macalinka inuu yahay qalad weeye macalinka waa sharaf sa dhowrtid khaladkiisana waa inaan gaar u sheegto ardo horta waa inaan ku saxiin imaam shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi annasiixatu fi lqowmi fadiixa inaa dadka horta waxay ushtaa waa ceebayn dadwaa ceebayso dha waxaa ku xiga oo macalimiinta maamulaha laga rabaa towdiifu lmucalimiin watadriibihin inuu macalimiintiina shaqana siiyo tababarna siiyo marka hadda taan kasoo hadlahay bay hoos imaanaysaa tababaraynta macalimiinta xilligee iyo goormee iyo sidee dib baa kaga hadlaya insha allah xilliga ugu fiican waa macalinka aad macalimiinta tadriib siin karo iyo tababarka waxaa lagaa rabaa hadda maamulo tahay inaad la socotid wax loo yaqaano qiyaabu lmucalimiin ama xuduurihi macalimiinta kee soo xaadiray maanta kee baa maqnaaday kii soo xaadirayna inuu xilli fiican soo xaadiray og tahay kii maqnaadana shaqadii sidaan qof u diyaarisid adigaba ha ahaatee wadi waxaan dhanaa maamulayaashu inay diyaar u yihiin inuu fasalkii maanta macalin ka maqnaado inuu galo oo isagu qalin la taagan yahay laakiin inuu miis iska fadhiyo ardada ay yimaadaan inuu dhaho maanta macalinkiina waa maqan yahay sorry iskalaad beri kaale cadaal darawa ardadu waa inaysa maanta la laaban faa'ida la-aan waa inay faa'ida la gadoomaan darsiguu bixin jiray ina bixisaa qasab kuuma aha dadan aqoonnin haddaad taqaanayna kiiba dhihi kartaa haddii kale macalin kale soo bedeli kartaa oti kalekale ka qaadan kartaa adu aad taqaanid haddii kale darsi kii macalinka u dhigma ama ka faa'iida dooma siin kartaa ujeedadu waxay doon inay faa'ida helaan haddii maanta macalinka maqnaaday inay soo xaadiraan dhan iska laabtaan waa laga fiican yahay waa inaad macalimiin haddaa dhaqaalaha kuu saamaxayana aad heli kartid macalimiin kaletoo maantii dhibdhaco kuu bedeli kara sidaa daraaddeed waxaa ugu dambeyn aan fadhigan ku gabagabaynayaa waxa loo yaqaano muxaasabatu dullaab inuu yaqaano inuu macalinku maamuluhu inuu ardaday lix tartamo kii maqnaaday sidoo kaleto kii yimid kii baasay kii dhacay gaalakuna kii rabsho sameeyey kii macalinka isku dhaceen aadna kii lagu dacweeyey xafiiska xafiisay ugu yimaado nin oo aad shayaar oo maamula ah markii loga markii arday ugu dacweyey wuxuu xafiisay u kaaro arday oo naxsan baa yimaada hal nacnaca iyo koob biyaa u siiya cabitaan yuxuraa intay fariiso maca ardaygii indhaha taagayay waaba dagaaba balaayo filanaya mogt laakiin wuxuu arkaa maasha allah wuu iska dhaafaa faruurka qaada cabaar buu aamusanaan iska cuno biyo saaca wax dhuusaaya haye soo qoslaya maanta macalinkii adiga maxaa dhex maray haddii xataa dhib weyn loo sheegay maantaas ma qaado waa sida fiicanna wa yidhahdaa intu la ballamo mardan ku laabanin khalad weeye macalinka raalo ku dheh nin fiican batay anaduna saxiib baa noqon doona waa asagii maamulahaya saxiib baa noqon doona lakiin qalad tuuj dala saxiibto mardaba qaladka u laabanin darsi ku laabo macalinka raalo ho dheh hawsha horoba saba waxaa ma dhihin ma qayrinin haddii dhib jiray oo minka qalad galay oo qaladka wax laga qabasha dadii ugu baahan yahay waa wacaya haddana andhow buu leeyahay gabartii ama markii la baxo ama beri buleeyiho markaas farta u saaliya qaladkaasaa samaysta laakiin cunugii naxsanay maanta loo keenay qaladka farta kama saaro sidaa daraaddeed maamuluhu inuu fakero laba shay baan asal meeshan ka ah inuu ardadii iyo macalimiintii ay uu isku wado qaladaadka inuu saxo inuu mas-uuliyaddiisa qaato meesha dhex taagan yahay laakiin su-aal baa idin weydiinaya waxaas aan soo tahay kabdama laga raba maamulaha hadduu maqan yahay ka waran hooya maanta timid maamulihi ma joogo beriyo aaba yimid maamulihi ma joogo macalii arda asgalay maamulihi ma joogo meeshiiba dukun daku may noqoto macalii maamulihi ma se maqan yahay marka maamule maxaa maamushaa waa su-aal weyn jawaabteeda aan ku sugi doonaa insha allahu tacaala mucalimiinta inta aan ku kulmi doono darsiga ka lamid a insha allah waxaan leeyahay wabilahi towfiiq wasalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh